الحامد رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا لله تعالى أحياء وأموات. صلنا عند قوله وحصل ابن عرفة في المقلد ثلاثة أقوال. الأول أنه مؤمن غير عاصم بترك النظر، والثاني أنه مؤمن لكنه عاصم إن ترك النظر مع القدرة، الثالث أنه كافر. يبقى على القول الأول يبقى حكم النظر إيه؟ مستحب. مندوب يعني مستحب. الثاني أنه مؤمن لكنه عاصم إن ترك النظر مع القدرة، يبقى هنا حكم النظر إيه؟ واجب وجوب إيه؟ فروع. الثالث أنه كافر، أي القول الثالث أنه كافر، يبقى إذن حكم النظر واجب وجوب إيه؟ أصول. ونصه يعني ونص مين؟ ابن عرفة في كتابه الشامل الذي حاذى به طوالع الإمام البيضاوي التقليد، يعني هنا نصه في تعريف التقليد. التقليد اعتقاد جازم لقول غير معصوم، فهذا هو تعريف الايه؟ التقليد. اعتقاد جازم لقول غير معصوم، فيخرج بهذا التعريف اللي هو تعريف مين؟ الإمام ابن عرفة رضي الله تعالى عنه، يخرج اعتقاد قول الرسول لأنه ايه؟ معصوم. ويخرج اعتقاد قول الإجماع لأنه معصوم. ويخرج معرفة مدلول الشهادتين والمعاد والفتنة، لأن المعرفة ليست تقليدا. وخرج قول الرسول وخرج الإجماع للعصمة، خرج معرفة مدلول الشهادتين والمعاد والفتنة لأنها معرفة وليست إيه؟ وليست تقليد. ومعرفة مدلول الشهادتين لأنه طالما عرف مدلول الشهادتين لا يكون مقلدا، لأن بهما يعني بالشهادتين هنتكلم عنها، لأن بهما يعرف يعني بمعرفة المدلول مش معرفة الدال. الشهادتان هي الدال يعني الألفاظ، والمعنى هو الإيه؟ المدلول. يعني بمعرفة معنى الشهادتين فيكون عارفا بمدلولهما فلا يكون مقلدا. واضح؟ والمعاد والفتنة. إما معرفة مدلول الشهادتين ومعرفة ما عطف على ذلك، هل المعرفة لا بد فيها من دليل تفصيلي؟ قال يخرج بالمعرفة الجملية، يعني بدليل إيه؟ إجمالي معجوز. وكلمة معجوز وصف كاشف لكلمة إيه؟ لأن الإجمالي معناه أنه ليس فيه أو يعجز عن إيه؟ عن تقريره وحل إيه؟ شبهه أو تفصيل مقدور عليهما، يعني على إيه؟
على تقرير الدليل وعلى حل الايه الشبه فيه، يعني اي في هذا التفصيل. ما دام دخلنا في التقرير وفي حل الشبه فلا يكون ايه الدليل ايه لا يكون اجماليا، بل دخلنا في ايه في التفصيل. اقرا الحاشيه. فتعين عليك، حاول تعلم رجلا آخر حتى إذا انتقلت إلى رحمة الله أو حدث عائق أو شيء يبقى في من يخلفك. من أول إيه الصفحة اللي إيه؟ نعم، إما بدليل. طب اقرأ من أول إيه قول الرسول. قول الرسول قال المحشي رحمه الله: قوله قول الرسول أي قوله المتعلق بما لا تتوقف المعجزة عليه، فقوله الله سميع بصير متكلم، فاعتقاد ذلك بعد سماعه لا يقال له تكليف بل علم. أما إذا قال الرسول الله حي قادر مثلا، فالسامع إذا اعتقد ذلك من غير نظر في الدليل العقلي كان مقلدا. يبقى إيه تعريف؟ تعالى شكرا، تعالى في فوقان. طب إيه تعريف التقليد؟ زي ما قال ابن عرفة، اعتقاد جازم قول الغير، اعتقاد جازم اعتقاد، ما فيش معرفة هنا، ما فيش علم، في عقيدة والعقيدة جازمة، بس ايه لقول غير معصوم. يبقى اذا كان هذا هو تعريف التقليد كما قال مين؟ الشيخ ابن عرفة وهو مالكي كده، يبقى خرج اعتقاد قول الرسول. ليه؟ لأنه معصوم. يقول لأنه علم. تعريف التقليد، أنت معايا ولا بتفكر في حاجات تانية؟ اعتقاد جازم من قول غير معصوم. اعتقاد تعريف التقليد زي ما بيقولوا، ولا جبت حاجة من عندك؟ اعتقاد جازم قول غير معصوم. عارف كلمة جازم؟ لو مش جازم مش هينفع. لقول غير معصوم، يعني مش لقول غير معصوم، لقول غير معصوم. يبقى السؤال هنا، لما اعتقد ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم او ما يقوله الرسول، هنا المراد اي رسول يعني، فهل اكون مقلدا؟ لا. ليه؟ لان الرسول معصوم، وهو بيقول ايه غير معصوم. ومبدا العصمه ده اوعى تغفل عنه، اي حاجه في تخالف ذلك يجب صرفها عن ظاهرها وتأويلها بما يتفق مع العصمة. يعني اوعى تمس عصمة الأنبياء، ما تروحش ناحية العصمة. ده القرآن بيقول عصى آدم مش عارف مين ضل مين قتل مين كذا، اوعى، لأنه مبدأ أو اعتقاد العصمة أصبح شيء ثابت، فما يخالفه يفسر بما إيه يناسب أو بما لا يخالف العصمة. بقرأ كده شيخ محمد فوق كده: اعتقاد جازم لقول غير معصوم. يبقى إذا اعتقدت قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الرسول فهل أكون مقلدا؟ لا. ليه؟ لأن النبي معصوم. وإيه أخرج بالتعريف ده؟ يعني يقول لك أخرج محترزات التعريف. يخرج الإجماع، لأن الإجماع معصوم. طيب إيه عرفنا إنه الإجماع معصوم؟ قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على، والإجماع حجة، ده هو من الإيه من الأدلة المتفق عليها، الكتاب سنة والقياس والإجماع. ومعرفة مدلول الشهادتين
يعني لو واحد نطق بالشهادتين دون أن يعرف مدلولهما يكون مقلدا. قول لا إله إلا الله، قول كذا وراء لا إله إلا الله، وروح قول لا إله إلا الله محمد، لكن هو مش عارف المدلول. ولو إيه معرفة إجمالية، مش لازم تفصيلية ولازم الدلالة التضمنية والدلالة، لا هم عارف الإيه المعنى العام، المعنى اللي بيسموه الإجمالي من غير تفصيل. في هذه الحالة مقلد؟ ها؟ لا، لأنه بقول لك معرفة معرفة، إنما المقلد لا معرفة عنده. تسأله يقول لك أنا مش عارف، اسأل الشيخ. أنت بتعمل لي طب سجدت لي سجدتين سهو بعد ما سلمت، يقول لك والله أنا مقلد للإمام. طب بسلم لي على اليمين الأول قبل ما تسلم، يقول لك أنا تابع. طب لماذا تكبر؟ أنا بعمل زي ما بعمل. أو ده الإيه المقلد، ليس عنده إيه حجة وليس عنده إيه دليل. فإذا عرف مدلول الشهادتين فهذه المعرفة ولو كانت إجمالية تخرجه عن التقليد. واضح كده؟ لا خلاص عرفنا الإجماع. قوله ومعرفته، قوله ومعرفة مدلول الشهادتين، أي وخرج عن التعريف معرفة مدلول الشهادتين إلى آخره. يعني خرج عن التعريف، يعني عن تعريف إيه؟ عن تعريف مش المقلد، تعريف التقليد. يعني لا يكون من عالما بمدلول الشهادتين لا يكون مقلدا ولو كانت المعرفة لا تفصيل فيها. ايه الفرق بين المعرفة الإجمالية والتفصيلية؟ قال لك الدليل الإجمالي ده معجوز عن تقريره، ما يعرفش يجيب المقدمة الصغرى والكبرى ما يعرفش. الدليل موجود بس مش عارف أقرره، زي ما واحد عنده مظلمة ومش عارف يحكيها، مش عارف يصيغ الايه، يقول لك تعالى اكتب لي الشكوى، او عاوز اقدم طلب التماس عشان مش عارف اكتب ايه. ده ايه مقلد، ده ينفع طالب علم اذا كان عاوز يكتبوا له التماس عشان يعني مش عارف الحاجات الايه الاولية. فلو كان عنده معرفة ولو اجمالية يخرج عن ايه عن كونه مقلدا. واضح كده؟ يعني مش لازم المعرفة التفصيلية. ما هي المعرفة التفصيلية؟ انه يعرف تقرير الدليل، وفي نفس الوقت لو اعترض عليه بشبهة يعرف كيف يحل او كيف يرد. هذا هو الفرق بين العارف وبين الايه وبين المقلد. طيب إذا نطق بالشهادتين دون معرفة مدلولهما ما الحكم؟ مقلد مقلد، بس بشرط يكون عنده رائحة معرفة، مش مقلد يعني حيطة كده ما تجيش دي. إنه يعني مرة واحد قال لي كان في اليابان يقول إنه أسلم على يده في ليلة واحدة حوالي 5000 مش عارف ولا 10000. ايه في ايه تقليد ده ولا ما تحطوش حاجه تخربش ولا اكياس ولا قطط. فالرجل ايه قالته كيف اسلموا 3000 ويابانيين ما يفهموش اللغه العربيه ولا الانجليزيه ولا كيف اسلموا؟ هو واحد خده كده وده مسرح او ملهى ليلي فيه الاف ناس بتسكر تشرب خمر ورقص وهيصة، فالجم بيغنوا مبسوطين وآخر المصاب. فراح كلمهم الثاني باللغة اليابانية، هو يعرف يتكلم ياباني ويعرف يتكلم عربي، فقال لهم أنا هقول لكم أغنية جميلة تبسطكم بس تقولوها ترددوها وراي. فهو قال لهم طبعا بالياباني فهموا، قال لهم أنا لما هتكلم بالعربي فتقولوا كده جميعا وراي كده، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد. فقالوا هل كده انتقلوا للإسلام؟ ما
لا ما هو بيقول لك احنا مش شرط ده مش عارفين لا اجمالي ولا تفصيلي ضحاك ولا يعرفوش اللغة اصلا مش عارف ايه معنى كلمة اشهد ولا يبقى اذا لما نيجي نطبق هذا على مجتمع المسلمين لا يوجد واحد لو سألته مهما كان جاهلا ايه معنى اشهد ولا لا يقول لك يعني ما فيش اله غير ربي طب ايه معنى محمد لك سيدنا محمد ربنا ارسل على الاقل كده يبقى هذا لا يكون ايه مقلدا لانه عنده معرفة اجمالية وذلك انا قلت لكم في الدرس الماضي مسألة التقليد دي يعني ايه تطبيقها في الواقع هو بيقول لك ايه دليل اجمالي معجوز عن تقريري يخرج من الايه ها من التقليد او تفصيل ده من باب اولى طب هات لي كده واحد ما يعرفش دليل اصلا لا اجمالي ولا تفصيلي ولذلك ما قاله عبد السلام في الجوهرة لما قال ايه العوام ها مؤمنون عارفون بربهم وانهم حشو الجنة حشو بس بدل ما نروح النار يعني معناها قاعدين مثلا في البدروم قاعدين في يعني بس المهم ايه دولة فلا تعتقد انه العوام مقلدين الا اذا قصدنا معرفة الدليل الايه التفصيلي فهنا يصبح ايه 99% من المسلمين مقلدون يلا ومعرفته قوله ومعرفة مدلول الشهادتين إلى آخره أي وخرج عن التعريف معرفة مدلول إلى آخره أي خرج عن قوله اعتقاد جازم لقول غير معصوم يا أيوة يعني خرج عن تعريف التقليد لأن المعرفة غير الاعتقاد خد بالك المعرفة غير الاعتقاد لأنها حكم الذهن المطابق عن دليل ده المعرفة هي ايه حكم الذهن المطابق فهل اذا كان في حكم مطابق وله دليل هل يكون هذا تقليدا ما هو التقليد هو اخذ او اتباع قول الغير من غير دليل واما الاعتقاد فلا دليل معه يبقى إذن المعرفة غير الاعتقاد لأن المعرفة لها دليل لأن المعرفة والعلم إيه مترادفان وأما الاعتقاد فلا دليل معه ده قول إيه مشهور إنه المعرفة والعلم إيه مترادفان لكن في قول آخر يقول لك لا المعرفة غير العلم ودي اظنها فروق لغويه مش فروق في المعنى يعني مثلا ايه المعرفه لا تتعدى الى مفعولين فعل واحد مش كده تستلزم سبق العلم لا يعني ولذلك يقال الله تعالى عالم ولا يقال عارف لان المعرفه تستدعي سبق جهل يعني عاوز اقول لك المعرفه والعلم واحد بس المعرفه يسبقها جهل اقول لك تعالى اعرفك بفلان لما دام تعرفك يعني ها يعني ما كنتش عارف بتستدعي ما اقول انت انما العلم غير الايه من هذه الفروق والمعرفة يعني يكفي مفعول واحد كده قال تعالى الذين اتيناهم الكتاب ايه ها يعرفونه اخذت ايه مفعول واحد انما العلم عاوز مفعولين شفت كده تقول قال تعالى فان علمتموهن مؤمنات يبقى مؤمنات ده المفعول الثاني طب المفعول الاول فين اللي هم هن مش كده والفاعل اللي هو ايه علمتم واو الجماعه خلاص كده يبقى إذن الآن دلوقتي وبيقولوا كمان فرق آخر المعرفة دي تتعلق بالذوات أما العلم يتعلق بالصفات هاي فرق كده تماحيك وخلاص إنما في الآخر العلم والمعرفة إيه واحد يعني شوف كده إيه العلم يتعلق بإيه ها لا
المعرفة تتعلق بالذوات والعلم يتعلق زي ايه تقول كده عرفت اباك اباك عن ذاته وعلمته صالحا كده اختلفوا ما تقولش علمت اباك عرفت اباك انا عرفت اباك وعلمته صالحا شوف العلم راح لفين راح للصفة والمعرفة راحت ليه ولذلك قال الذين آتيناهم الكتاب قال يعرفونه الذات ما قالش يعلمونه ولذلك تعالى كده في سورة ثانية أم لم يعرفوا رسولهم ولم يقل إنما شوف كده أولم يعلموا أن الله يتجي في الإيه في الصفات وفي في العلم ما تجيش في الإيه في الذوات فهمت ولا لسه؟ ما يلا يا شيخ محمد لان المعرفه غير الاعتقاد يعني عاوز اقول لك الاعتقاد ممكن ما يكونش عن معرفه يكون مجرد ايه تقليد اما المعرفه عاوزه ايه عاوزه دليل خلاص يبقى المعرفه غير ايه غير الاعتقاد وقوله وقوله مدلول الشهادتين المراد مدلولهما التزاما ايه المراد بانه معرفه مدلول الشهادتين تخرج الإنسان عن كونه مقلدا قال لك ما هو فيه الشهادة الشهادتان لهما مدلول إيه لهما الدلالة أنواعها إيه يا شيخ أنواع الدلالة يا بني آدم إحنا لك حنقول في الوضعية هذين الدلالة اللفظية بس أنواعها إيه في حدش مع عصايا كده نبرم بها الدلالة اللفظية ثلاث أنواع مطابقية وتضمنية والتزامية دي أقسام اللفظية الوضعية طب ما هذا اللي بسأل عنه مش لها الشهادتين لفظ ولا إيه ولا إشارة إشارة مرور استعجلش مو الاستعجال ده بيضيع في كل شيء لما قال إيه مدلول الشهادتين المراد مدلولهما التزاما ما في دلالة مطابقية يعني إن دل اللفظ على المعناه المطابق يسمى دلالة مطابقية دلالة اللفظ على تمام معناه اسمه إيه مطابقي لما أقول لك أنا اشتريت بيتا يعني معناها السقف والجدران والبيت كائن إن فهمت كامل المعنى المراد بالبيت والباب والشبابيك والحمامات وهذا اسمه دلالة إيه؟ مطابقية أما إذا دل اللفظ على إيه؟ على جزء معناه مش المعنى كله اسمه تضمني يقول لك والله أنا إيه؟ كان عندي بنيت البيت وتقصد يعني حائط فيك المسافر جزء المعنى ولا تريد الايه البيت كله وان دل اللفظ على ايه معنى اخر خارج عن المعنى ولكنه لازم فهذه دلالة ايه التزامية لما اسألك هل انت متوضئ فترة تقول انا لسه مصلي المغرب أنا ما سألتك عن الصلاة ولكن سألتك عن الوضوء فكلمة صليت المغرب يلزم منها أن تكون على وضوء لكن هل معنى الوضوء هو معنى الصلاة ولكنه معنى آخر خارج عن الإيه؟ عن الصلاة ولكنه لازم فثم دلالة إيه؟ يبقى هنا متى يكون الذي يعرف مدلول الشهادتين غير مقلد فقال لك إذا كان يعرف الدلالة الالتزامية مش يعرف الدلالة المطابقة يعني الله واحد مدلول أشهد أن لا إله إلا الله يعني الله واحد ومحمد رسول لو عرف كده بس قديه الدلالة المطابقة ده كده إيه ما عرفش الدلالة الالتزامية لأنه حيلزم من الشهادتين كم عقيدة 50 عقيدة حيلزم الوحدانية والقدم والبقاء وصفات المعاني والرسالة والبعث والسمعيات كله ده إيه لوازم ليها يبقى هو مش عارف كده
هنا عشان كده بيقول لك ايه ومدلول الشهادتين، يعني عشان تكون غير مقلد وتعرف الدلالة الالتزامية وليس الدلالة المطابقية الناس كلها عارفها. يبقى عشان كده قال المراد مدلولهما ايه؟ التزام. يلا يا شيخ محمد. لكن يلي ان من اقر بانه رسول الله فصدقه في كل ما جاء به ومن جملته المعالي والفتنه. لما يجي يقول لك انت بتقول ايه؟ انه المراد بمعرفة مدلول الشهادتين المراد يعني بكلمة المدلول مدلولهما ايه؟ التزاما مش الدلالة الايه؟ هيرد على هذا يقول لك يا اخي طب ما هو اذا اقر بانه رسول الله فقد صدقه في كل ما جاء به، يعني يلزم من الإقرار بأن سيدنا محمد رسول الله أن تصدق كل ما جاء به ومن جملته الإيه؟ المعاد والفتنة وغير ذلك. وحينئذ فلا حاجة لذكرهما، لذكر إيه؟ المعاد والفتنة، لأنهم داخلين فيما جاء به من رسول الله، إلا أن يقال عاوز يخرج، يعني يقول لك ليه الشيخ بيقول إيه ومعرفة مدلول الشهادتين والمعاد والفتنة، مع أنه المعاد والفتنة داخلين في مدلول الشهادتين. يعني مدلول الشهادتين هيدخل في إيه؟ ها؟ الأمور السمعية ومنها المعاد إيه المراد بالفتنة؟ يعني ها؟ ما المراد بالفتنة؟ ها؟ الفتنة يعني فتنة القبر، ها؟ أو سؤال الملكين، فتنة اللي في القبر، عذاب القبر، وسؤال من فتنة القبر يعني. فداخل ده فين؟ في مدلول الشهادتين. فليه ذكرهم؟ قال إلا أن يقال ذكرهما اهتماما بأحوال الأخ، يعني هو صحيح داخل بس احنا ذكرناه من باب مزيد الاهتمام، يعني دي امور يعني ايه يعني نهتم بها اهتماما زائدا. واضح؟ يلا. وحينئذ فلا حاجة لذكرهما الا ان يقال ذكرهما، يعني ما فيش داعي لذكرهما لانهم داخلين فين؟ ها؟ في مدلول الشهادتين. وأما إن أريد المدلول الصريح وهو الصريح يعني المطابقي اللي هو إيه؟ يعني الشهادتان أو لفظ أشهد أن لهما مدلول صريح، إيه الصراحة؟ إنه الله واحد، وحدانية الله وثبوت الرسالة لسيدنا رسول الله، هذا هو الصريح. إنما الالتزام ده أشياء كثيرة، يعني يلزم من كونه واحدا أن يكون قادرا، ويلزم شوف كده كيف يلزم من كونه واحدا أن يكون قادرا، لأنه تتصور لو كان الإله متعددا تنتفي القدرة، هيصبح ده عاجز والتاني بإيه بيكمله. إنما لما يكون الإله قادر يبقى إيه الداعي للإله التاني؟ هيعمل إيه؟ أنت مثلا عاوز تفتح محل بمليون جنيه مش معاك غير 500,000، فمحتاج ايه واحد تاني يشاركك. لكن لما يكون معاك المبلغ كله لما يجي واحد يشاركك تقول له لا ما ترضاش، ليه؟ لانك مش محتاج. فالاله تام القدرة، فلازم يكون واحد. ايه فايدة الشريك؟ هيعمل ايه اذا كان هو قادر على الخلق والرزق والبعث والاحياء والامات؟ ابو الشريك هيعمل ايه؟ يبقى في هذه الحالة لابد أن يكون الإله، لكي يكون قادرا لابد أن يكون واحدا، ويلزم من القدرة العلم، ويلزم من العلم الإرادة، وهكذا ده يلزم من هذا ويلزم من هذا حتى نأتي على العقائد كلها. فهي إيه تدل عليها الشهادتان دلالة إيه التزامية. أما الدلالة الصريحة اللي هي الدلالة الصريحة
اللي هي المطابقية يدل بس أشهد أن لا إله إلا الله على أن الله واحد، وأشهد أن محمد الرسول على أن سيدنا محمد رسول، هل يدل على هذا؟ لكن كون رسول يبقى لازم في إيه؟ في كتاب وفي شريعة وفي جنة وفي نار وفي كل ده لوازم، لكن لم يدل عليه الإيه؟ اللفظ الصريح، وإنما جاء بالدلالة الإيه؟ الالتزامية. واضح؟ فهنا بيقول لك إيه؟ أما إن أريد أريد إيه يا شيخ محمد؟ المدلول الصريح يعني اللي هو إيه؟ ما فيهوش التزام، وهو إيه؟ وضح لك، وهو إيه؟ وهو ثبوت الوحدانية لله والرسالة لسيدنا محمد، ده الصريح ده. فقالوا أن معرفة الأقاعد المغايرة لهذه العقيدة للدليل لا تكون خارجة مع أنه ليس كذلك. فمعرفة العقائد المغايرة، مش المغايرة يعني إيه؟ هيكون مفاده إيه؟ لو إيه؟ مفاده يرجع إلى ده. الدليل الصريح، الدليل الصريح هيبقى مفاده انه معرفة العقائد المغايرة لهذه العقيدة بالدليل، يبقى معناها العقائد الاخرى اللي هي اللي احنا بنسميها ايه؟ الدلالة الالتزامية، هتبقى في هذه الحالة مش هي نفسها، ده هتبقى عقائد اخرى، يعني هتبقى عقيدة الوحدانية غير عقيدة القدرة غير عقيدة السمعيات غير إثبات النبوات غير الجنة غير الحشر، هيبقى كل واحدة فيهم عقيدة. تمام كده؟ إنما الأول كانت العقيدة اللي هي الشهادتين يلزم منها كل ده، فحيصبح دي حتصبح عقائد مغايرة، كل واحدة لها دليل، دليل الحشر إيه، دليل النشر إيه، دليل الصراط، دليل الميزان. فلا تكون خارجة مع أنه ليس كذلك. إيه معنى الكلام ده؟ يعني لو أريد المدلول الصريح يبقى إحنا إيه؟ يبقى مدلول الشهادتين هيخرج به من الإيه؟ هيخرج من تعريف التقليد، إنما لو كان الموضوع كده مش هيخرج، مش كده؟ متى يخرج؟ إن كان يعرف الشهادتين مدلول الشهادتين التزاما، التزاما يخرج خلاص للدلالة الالتزامية. أما إذا كان الدلالة التصريحية فهذا لا يخرجه عن كونه مقلدا، مش كده؟ بس الشيخ يقول لك مع أنه ليس كذلك. ليه؟ ما تسكت عشان نسمع، اصبر عارف، قول خليك في البتاع المعرفة. ليه يا مشايخ؟ عشان عنده المعرفة الإجمالية، المعرفة الإجمالية اللي هي ايه؟ عرف المدلول الصريح ده داخل في المعرفة الإجمالية ولا ما داخلش؟ فهمت كلام الشيخ الحامدي؟ خلاص؟ يبقى معنى كده ايه؟ اهلا سيدنا الشيخ. يبقى معنى كده ايه يا مشايخ؟ انه اللي يعرف مدلول الشهادتين سواء التزامية او صريحة خرج عن التقليد، بشرط يكون ايه؟ في دليل اجمالي في الجملة يعني. وعرفنا ايه الفرق بين الدليل الاجمالي وبين الدليل الايه؟ التفصيلي. يلا يا شباب. قوله والمعاد، اي ويخرج معرفة احوال القيامة من الحشر والنشر والصراط. يعني بعد ما عرفت مدلول الشهادتين سواء كان دلالة اجمالية تصريحية او التزامية، عاوزين دليل على الاخرة والحساب والعقاب والحشر والنشر والميزان والصراط كل ده. فهنا بيقول لك ايه؟ والمعاد، المعاد يعني اليوم الاخر، يخرج معرفة احوال القيامة، الحشر والنشر والصراط، قوله هو الفتنة او اي، ويخرج معرفة الفتنة
يعني في دليل على ايه؟ سؤال القبر، سؤالنا ثم عذاب القبر نعيمه واجب كبعث الحشر. هذا استنى نخلص هذا. وايه والاولى حذف المعاد والفتنة لأنهما من السمعيات المستفادة من قول الرسول فيدخلان فيه. مش الأول قال فيخرج اعتقاد قول الرسول، مش كده؟ لما هو الرسول بيقول لنا إيه؟ مش بيقول لنا على الجنة والنار والحشر والحساب واللي حيسرق يدخل النار واللي مش عارف إيه كده. مش دي الحاجات دي هي المعاد اللي بيخبرنا، مش هي ده قول الرسول؟ طب جايبها تاني ليه؟ ما هو الرجل جاوب قال لك اهتماما بها، مزيد اهتمام. فراح يرجع الشيخ قال له بعد ما سامحه في الاول قال لك لا، يحذف الكلام ده لانهما من السمعيات المستفاده من قول الرسول فيدخلان فيه، لان المراد بقول الرسول ما جرى على لسانه قرانا او سنه. يعني يحذفها ولا يسيبها؟ مرة يقول يسيبها عشان ايه؟ مزيد اهتمام. ومرة يقول له هي داخلة في لما هي داخلة في مضمون الشهادتين الغيبيات، مضمون الشهادتين 50 عقيدة ما تكونش اللي هم الغيبيات، هم صفات الله وصفات الرسل وقدر انما ما ينفعش هيدخل في اعتقاد قول الرسول. هو ممكن يكون ذكرها عشان داخلة في الشهادتين. اي بس في قول الرسول داخلة ولا مش داخلة؟ داخلة. والله يا شيخ قوله إما بدليل إجمالي معدود عن تقريره وحل شبهه. دليل إجمالي كده يعني ما عندكش تقرير الدليل ولا عندكش شكل أول ولا ثاني ولا ثالث. كما لو قيل واحد سألك قال لك ما هو الدليل على وجود الله فقل العالم، بس كده من غير معرفة ذلك القائل دلالة العالم على وجود الله. لأن هو المشكلة يا أخواننا مش في الدليل. يعني مثلا زمان كان واحد يدرس لنا إيه التوحيد ده، وكان يقول إيه أذكر إيه الدليل العقلي والنقلي على الوحدانية. طبعا في طلبة ما بتحضرش وما بتذكرش وبيجي امتحان وخلاص. فراح كتب في الإيه، طبعا معروف الدليل العقلي إيه، لو كان إيه إلهان، لو برهان التمام، لو كان متعددا لأدى إلى إيه أن يريد أحدهما شيئا، الدليل العقلي يعني. والدليل النقلي مثلا إيه وإلهكم إله واحد، إن الله مثلا إيه قل هو الله أحد لو كان فيهما آلهة. فراح ولد من ما بيكتبوش أو بيغش كده فكتب الدليل العقلي الدليل النقلي على الوحدانية إن الله على كل شيء قدير. طبعا ده دليل إيه ده؟ دليل القدرة ده، مش كده؟ نعم. فالرجل يصحح فين دليل النقلي ده؟ معروف كله الله، ده النصارى عارفين الدليل لكن مش مؤمنين بيه، ده قضية تانية. فهو يكتب الدليل النقلي على الوحدانية إن الله على إيه؟ النقلي كمان مش العقلي، النقلي. فراح الأستاذ إيه خطأ غلط ده ولا صح، فكان في ناس بتراجع، يعني في مصحح وفي مراجع، مش عارف النظام ده موجود في المعاهد ولا بطل. فجاء المراجع شافه، المراجع طبعا كان أعلم من المصحح، فلقيها غلط قال له صح. ليه؟ لأنه لو لم يكن قادرا لما كان واحدا. فجات في مصلحة مين؟ مصلحة الطالب ما يقصدش دي ولا يعرفش الكلام ده خالص. أهلية بيسموها الدلالة الالتزامية، يعني هو خدها من جهة اللزوم مش من اللفظ الصريح. هو إذا كان غير قادر مش ممكن يكون واحد، ثبوت القدرة يثبت الوحدانية. خلاص؟ يبقى هنا الواحد بيسألك ايه الدليل على وجود الله؟ انت قلت له هذا العالم، صح والله الإجابة صحيحة، بس هي المشكلة مش في الدليل، المشكلة في جهة الدلالة. طب العالم كيف هذا الجهة؟ كيف يستدل به على وجود الله؟
ما هو لازم في حاجة اسمها جهة الدلالة، ما هو الدليل صح، لكن لما يجي يقول لك كيف استدل يعني؟ كيف استدليت؟ ما يعرفش. يعني العالم يدل على وجود الله لأنه هو موجود، يعني جهة وجوده ولا جهة حدوثه ولا جهة إمكانه، ولا إمكانه بشرط حدوثه ولا حدوثه وإمكانه. يعني جهة الدلالة اختلفوا فيها على 4 أو على 5. أهداء إيه؟ مين اللي يعرف جهة الدلالة؟ اللي هو العارف المتعلم، إنما المقلد ما يعرفش، يذكر الدليل ولا يعرف جهة الإيه؟ الدلالة. بس في هذه الحالة حيبقى عارف معرفة إيه؟ إجمالية. فهمت جهة الإيه؟ جهة الإيه؟ الدلالة. ولذلك كان مرة، كانت قصة موجودة معروفة ذكرها الإمام السنوسي حفيده، إنه كان واحد من رهبان النصارى، فضيل ده دماغه زي الحجر، بس هو وصل لدرجة إنه إيه راهب أو قسيس، والناس بتتبرك بيه وتقبل إيه، النصارى مش المسلمين. فجاي قال إيه جايبينه حضرة الجاهل ده عشان يتكلم مع واحد أسطورة في العلم زي الإمام الرازي. فالإمام الرازي بيقول لما جاي يعمل مناظرة معه لقيه مش بني آدم، ما عندوش علم، مش عارف حاجة خالص. قال فوجدته خاصة المسائل العقلية، قال فوجدته في غاية من البعد عن المعقول، حافظ بس أشياء في الإنجيل تراني، لكن مش فاهم ولا حاجة. قال فعلمته، الرازي يقول أنا علمته قاعدة عقلية عشان يتناقش معي، يعني عشان الحوار يقول بعض، هو قال اللي بيعلمه، يعني تعلمه أنت يعني الرماية، ولما يشد ساعدك يروح يرميك، ده ما هو هيهاجمك أنت، هيرد عليك أنت. قال مش مهم بس يتعلم. قال فعلمته قاعدة عقلية عشان تكون المناظرة. إيه القاعدة اللي علمها له الإمام الرازي؟ قال له شوف كده اسمع، يلزم من وجوده، من وجود الدليل وجود المدلول، يلزم من وجود الدليل وجود المدلول، ولا يلزم من ايه؟ من عدم الدليل عدم الايه؟ المدلول. شو قال له ايه كده؟ يلزم من وجود الدليل وجود الايه؟ والعكس لا، ولا يلزم من عدم الدليل عدم الايه؟ ها يا ابونا، يا ابونا قول له كده، فهمت القاعدة؟ قال له لا، يعني القاعدة يلزم من وجود الدليل وجود المدلول. مش قلنا العالم دليل على ايه؟ على وجود الله. فيلزم من وجود العالم وجود الله، ما مش هم كيف يوجد العالم من غير وجود الله، لكن لا يلزم من عدم العالم عدم وجود الله. فهمت؟ قال له ما فهمتش. فقعد ايه يشرح له ويدعي له كده ان ربنا يشرح صدره للفهم مش للاسلام. قال فما زلت به حتى فهمها، ربنا فتح عليه وفهم. قال له خلاص فهمت؟ قال له فهمت. ايه القاعده؟ يلزم من وجود الدليل وجود، ولا يلزم من عدم الدليل عدم. قال له تعال نتناقش بالعقل كده، انتوا بتقولوا ايه؟ انه عيسى اله مش كده؟ نعم. فين الدليل على ألوهية عيسى؟ لو وجد الدليل يلزم من وجود الدليل وجود المدلول، يعني لو وجد الدليل على ألوهية يلزم ان يكون عيسى اله. ايه الدليل؟ هو اله كده بالعافيه ولا في دليل؟ قال لا في دليل. قال له ايه هو؟ قال له يعني مش سيدنا عيسى زي ما القرآن بيقول يحيي الموتى، صح ولا لا؟ صح. ويبرئ الأكمة ويعلم الغيب وأنبئكم بما تأكلون. أنت عاوز أدلة إيه تاني بعد كده؟ يا ربنا يعني عماكم شايفينش الحق. قالوا يعني هو الموضوع كده، يعني إحياء الموتى إبرئ الأكمة وأنبئكم. قالوا ما تعال، يعني دي ايه بيسموها ايه عندنا؟ دي خوارق العادات، المعجزات يعني، ما هو احياء الموتى ده معجزه، معجزات. قال له هل المعجزات دي او الخوارق كانت بس لعيسى ولا في انبياء تاني جرت على ايديهم هذه المعجزات؟ بل يا
يعني احياء الموتى ما هو ورد عن سيدنا ابراهيم تمام كده، وعصى سيدنا موسى، وده موجود في التوراه يعني في الانجيل في الكتب بدايتكم موجود انه الانبياء السابقين لهم معجزات، بل يمكن تكون اكثر من الموضوع ده. صح؟ قال له صح. واحنا قلنا ايه؟ يلزم من وجود الدليل وجود المدلول، فيلزم ان يكون موسى ابراهيم وكل ده آلهة. شو معنى ده؟ ونفس الدليل، واذا وجد الدليل وجد الايه؟ قال فابى، ما رضيش، قال لا عيسى وحده. مو ده تحكم ده؟ شو احنا ماشيين مع الدليل وماشيين مع العلم ولا ماشيين مع المزاج بتاع اهلك؟ بل لا احنا ماشيين مع الدليل، طب ما هو الدليل موجود. فلما عصلج معاه وما رضيش يعني قال طب ما دامت كده نروح على الجزء الثاني من القاعده اللي هو ايه؟ لا يلزم من عدم الايه؟ عدم الدليل، لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. يعني لان الله تعالى كان وحده في الازل ما كانش فيه دليل، ما كانش فيه عالم، العالم هو الدليل وما كانش فيه، هل معنى كده اذا ما فيش دليل يعني ما فيش مدلول؟ لا، لقد يكون المدلول موجود واحنا لسه ما وصلناش للدليل، ما عرفناهوش. يعني مثلا قد يكون في عوالم اخرى ومخلوقات اخرى ويخلق ما لا تعلمون وليس عندنا دليل على اثباتها، فلا ننفي، ما فيش دليل. فراح قال له ايه؟ هل يمكن ان نكون انا وانت مثلا والناس اللي قاعدين ده نكون كل الى اله؟ ايه المال؟ شمعنا عيسى ما نبقى كل واحد فينا اله وما حدش لي دعوه بحد، انا حر اعمل اللي اعمله، ما انا اله وانت اله وكل واحد فينا ايه؟ ولا على بعضهم على بعض، ندخل في حرب ويبقى البقاء لمين؟ للاقوى، للاله القوي، ينسف الكل. قال له ينفع يكون انا وانت الهه؟ قال له لا. قال له ليه؟ قال له ما فيش دليل. ما احنا قلنا مش لازم، اذا انتفى الدليل لا يلزم من عدم الدليل عدم، ما قلناها لسه نسيت، لا يلزم من عدم الدليل، ممكن نكون الهه من غير دليل، ايه المشكله؟ لانه قلنا لا يلزم من عدم الدليل عدم ليه؟ شوف المناقشات العلميه اللي كانت تجري مع العلماء هي اللي احنا محتاجينها ايه؟ في الآونة دي كانت مناظرات قوية وتقطع حجج ليه؟ تقطع دابر الخصم. يلا هو قوله إما بدليل إلى آخره، معك حاجة؟ كون اللي احنا قلنا التقليد يخرج عن التقليد بالدلالة الإلزامية والدلالة التصريحية، بالدلالة التصريحية اللي احنا قلنا هيعرف معرفة جملية، هل يعرفون في الدليل الصريح ان كل العقائد منفصلة عن بعض؟ ايش؟ كل العقائد تكون منفصلة، الالتزام يشمل كل العقائد، الالتزام والصريح ما هو الالتزام ده لا يعرفه الا ايه؟ اللي هو اللي عارف التفصيل، لانه هيفصل ده 50 ده تفصيل، انما الثاني ما يعرفش غير الله واحد ومحمد رسول، اكثر من كده ما يعرفش. هل يلزم ذلك ده في بعض الناس مسلمين ويقول لك محمد رسول الله، لو قلت له مثلا موسى يقول لك لا محمد رسول بس، هو ده ما يعرفش الالتزام ده. لو يعرف الالتزام كانت لسه في واحده حكى لنا واحد من مشايخنا، قال واحد بني سويف كانت تعتقد كده انه تعرف بنصلي الظهر الفريضه ده لله والسنه دي بصليها للنبي، ويجي يقول لها كيف الاربع ركعات؟ تقول له مش سنه عن النبي؟ قد ايه بنصليها للنبي؟ كانت بصلي الاثنين لربنا الفرض وصلي للرسول السنه، يقول لها ما ينفعش، ما ينفعش كيف؟ امال دي سنه مين؟ يقول لها سنه النبي، خلاص دي قلته. فهي ما تعرفش انه النبي سنها يعني معناها مش مفروضه، انما تفهم انه سنه يعني تصليها للنبي. ليه؟ وفرض يعني لله، كانه العباده بتعبد اثنين هيك، بس واحد على سبيل الفرض والثاني على سبيل الند. في ناس عوام كده. اقصد ان الدليل التصريح يلزم منه ان يكون عنده دليل اجمالي في كل العقائد. نعم؟ يلزم من هذا الكلام ان في العقائد كلها عنده دليل اجمالي في
كل العقائد عندي اجمالي. ما اجمالي هاي لما تقول له يعني لما تقول له مثلا الله سميع بصير يقول لك ده الرسول قال كذا، القران قال كذا، خلاص دليل اجمالي ده. الله يقدرك. بس المشكلة في الدليل، إما دليل إجمالي إما دليل تفصيلي. دليل إجمالي زي إيه؟ ما الدليل على وجود الله فقيل العالم من غير معرفة ذلك القائل دلالة؟ يعني إذا الدليل الإجمالي هو الذي لا تعرف فيه جهة الدلالة. يعني إيه الدليل على وجود الله العالم زي ما قلنا حكاية الإمام الرازي. لكن كيف الكيفية؟ عارفين في قضايا في المنطق تسمى الموجهة، جهة القضية
ايه جهة الدلالة؟ طبعا جهة الدلالة انه العالم حادث، واذا كان حادث يعني مسبوق بالعدم، والمسبوق بالعدم ده يعني له محدث، فلا بد ان يكون للعالم لانه حادث محدث، ولا يمكن ان يكون محدثه هو نفسه لما يلزم من الايه الدور، ولا يمكن ان يكون محدثه حادثا لما يلزم من ان يكون محدث العالم له محدث ومحدث محدثه له محدث، فيلزم التسلسل او الدور وكلاهما باطل، فلا بد ان يكون محدثه قديما وهو ايه وهو الله تعالى. هذه هي جهة الدلالة. فاذا ما عرفش جهة الدلالة يبقى ايه؟ يبقى ده عارف الدليل في الجملة، لكن من ناحية التفصيل مش عارف. ده في جهة تاني اللي هي جهة الإمكان، يعني مثلا الحكم العقلي إما واجب إما ممكن إما جائز. فلما يجي نطبق هذا على العالم، هل وجود العالم واجب؟ لا، وإلا لكان مش هيحتاج أصلا إلى إله. طب هل وجود العالم ده مستحيل؟ ما كانش هيوجد. ولم يبقى في الأقسام الحكم العقل إلا أنه ممكن. طب لما هو ممكن كيف ترجح وجوده على عدمه؟ لأنه الإمكان يستوي فيه الإيه؟ الطرفين. خلينا واقفين عند جهة الدلالة بس عشان حد يتهمنا يقول لك وإذا قرأ القرآن مين اللي قال لك؟ مع ذلك مضطرين نسمع. إذا قرأ خلاص فاستمعوا له وأنصتوا للقرآن مش للقارئ. طب انتوا على بال ما تسمع هنصلي هنا إن شاء الله. سمع روح أجدد الوضوء وأرجع تاني. عاوز يتوضا يتوضا. بالضرورة على الطرف المخالف مع السكوت على الطرف الموافق. جميل حلو. الخاص بالضرورة على الطرفين الموافق والمخالف. جميل كده. حد فيهم حاجة طبعا. الإمكان الخاص سلب. أقول لكم معلومات عمركم ما تعرفوها إلا يعني إذا أراد الله تعالى. الإمكان الخاص سلب. سلب سلب يعني إيش؟ سلب يعني
سلبي عن نفي. سلبي عن نفي. سلبك عن نفي. أنا بأسلب عنك الجهل يعني. بإيه؟ بنفيك. أهلاً خلاص وسع تفسعوا في المجلس. الإمكان العام الإمكان الخاص سلب يعني نفي. الضرورة يعني الضرورة من الوجوب. خلاص كده؟ عن الطرفين الموافق والمخالف. اسمه ده ايه؟ سلب الإمكان الخاص. يعني يبقى الإمكان الخاص يعني معناها ايه؟ الجواز. الجواز. زي ما اقول كده لما اقول زيد موجود اقصد هنا ايه بالامكان الخاص مش بالامكان الايه العام. نعم. يعني معناها وجود زيد ليس ضروريا يعني ليس واجبا وعدمه ايضا ليس واجبا فيصبح ممكن بالامكان الخاص اللي هو سلب الضروره عن الطرفين في طرف موافق ان انا بقول موجود غير مخالف للوجود العدم. نعم. هو هنا ايه سلب الضرورة على الطرفين الموافق والمخالف. الموافق لما نطقت به اللي هو الوجود والمخالف اللي هو العدم فيصبح وجود زيد ممكنا وجوده ممكن وليس وجوده واجب ولا عدم واجب يعني نفينا سلبنا الوجوب عن وجوده وعن عدمه فيكون ايه ها ممكنا بالامكان الخاص يعني يستوي فيه الطرفين الوجود والعدم لا الوجود واجب ولا العدم واجب انما الامكان العام سلب الضروره عن الطرف الايه المخالف يعني اذا لو قلت كده الله تعالى موجود هل وجوده تعالى ده بالإمكان الخاص زي وجود زيد؟ لا. يبقى معنى كده وجوده تعالى سلبت الضرورة عن الطرف المخالف مش عن الموافق فيصبح وجود الله تعالى واجبا أما عدمه ليس واجبا عدمه مش واجب لأنه لو كان عدم واجب مش حيوجد ووجوده فقط هو الايه الواجب بخلاف وجود زيد لا وجود واجب ولا عدم واجب اللي هو الايه الامكان الخاص. نعم. يبقى اصبر يا بني ادم نشرح الاول كده نسال يبقى الامكان الخاص سلب الضروره عن الطرفين والمراد بالضروره الوجوب والسلب النفي فاقول زيد واجبا زيد موجود بمعنى كده اثبتنا وجود زيد بالامكان الخاص لا وجود زيد واجب ولا عدم واجب يبقى يصبح ايه مستوي الطرفين يعني وجود زي عدم خلاص كده. نعم. اما الامكان العام فهو سلب الضروره عن الطرف المخالف فتقول الله موجود وتقصد بالامكان العام فيكون وجوده تعالى احنا ما سلبناش الضروره عن الوجود سلبناها عن الطرف المخالف اللي هو الايه؟ العدم فيكون عدمه تعالى ليس واجبا انما ايه اللي واجب؟ وجوده هذا اسمه الامكان العام يعني معنى كده الامكان الخاص لا يشمل الا الجائز فقط اما الامكان العام يدخل فيه الواجب ويدخل فيه الجائز ولا يخرج عنه إلا المستحيل الأخير يبقى إذن واجب الوجود نقول عليه ممكن بس بالإمكان العام وجائز الصبيان الدوشة الغربي بس بالإمكان الخاص شوف الدوشة الغربي يا اليهود ما عملوش كده ولا النصارى ولا المجوس بس الذين أشركوا مسجد عمر إذا طب انا ادم من اللي راح قوم يا شيخ روح له خير ايه الله الحياة راح فين ده اللي في ده هو بيحتر مريض بيجي وبيشيش من الرجل سيبوه بياخد النفس فهمت كده؟
عرفت الامكان الخاص والامكان العام. نعم. ضروره اسمها امكان سلب الضروره. ضروره يعني الوجوب. فاذا الامكان العام يدخل فيه الواجب ويدخل فيه الممكن اللي هو الجائز، ولا يخرج عنه الا المستحيل العقلي. لما نجي مثلا نجي نقول لا اله الا الله، هنا لا نافي الجنس واله اسمها، تمام كده؟ الا الله ده بدل، شنو بدل من الخبر المحذوف. فين الخبر المحذوف؟ تقديره ايه؟ لا اله موجود، شنو؟ علماء التوحيد قالوا بدل ما نقدر الخبر المحذوف اسم لا موجود اللي هو ايه؟ اله منصوب ده، لا نافي الجنس، عاوز اسم وعاوز ايه؟ خبر. عاوز خبر، فين خبرها؟ ما ينتعمل عمل ان، يبقى خبرها محذوف تقديره ايه؟ لا اله موجود، مش كده؟ يبقى كده ايه ماشي. نفينا وجود اله غير الله لكن لم ننفي امكانه، يعني صحيح ما فيش اله غير ربنا موجود لكن يمكن يوجد. فقال لك لما نقدر المحذوف اللي هو الخبر نقدره من مادة الامكان احسن من تقديره من مادة الوجود، لانه ابلغ في النفي. ده انا ابلغ في نفي الشريك، يعني كاني اقول لا اله موجود ولا اله يمكن وجوده، يعني لا اله لا الشريك موجود ولا يمكن وجوده. انما مثلا ابص كده الشمس طالعه، هل في شمس اخرى موجوده؟ واحده، لكن يمكن وجود اخرى ولا ما يمكنش؟ يبقى عشان كده تقدير الخبر المحذوف من ماده الامكان احسن وأبلغ في نفي الشريك. سبقول والله ما فيش آلهة غير ربنا موجودة وكمان لا يمكن توجد، يعني هي مش موجودة بالفعل. يقول لك لكن ما يدرينا يمكن بعد مدة يحصل، يقول له لا برضو مش هيحصل، لأنه إذا انتفى الإمكان ينتفي الوقوع. هذا الشيء غير ممكن، يعني معناها لا يمكن يقع. بكل واقع ممكن لكن مش كل ممكن واقع، في أشياء ممكنة لكن غير موجودة. يعني مثلا فرس بجناحين ده ممكن ولا مستحيل؟ ممكن. إنسان بثلاث رجول ممكن، لكن هل ده موجود؟ لكن يمكن ولا ممكنش؟ ممكن. يمكن يكون مثلا في أزهرين شريفين ده ممكن أو ثلاثة، لكن هو في الواقع واحد، لكن يمكن ولا ممكن؟ يحصل في السودان مثلا نروح نقول أزهر شريف مثلا. في هذه الحالة هناك فرق بين الإمكان والوقوع. فعندما نقدر أن الخبر بتاع لا نافع الجنس من مادة الإمكان يكون معناها أشد اهتماما وأبلغ في نفي الشريك. وذلك ده السر لما أنت تقول إيه لا إله إلا الله وحده، مش كده؟ وتروح تقول إيه بعد وحده، وحده لا إيه؟ لما وحده يعني ملوش شريك، وانت اللي زودت كده وحده يعني ما فيش حد، مش كده؟ ايه فايده لا شريك اذا كان كلمه وحده تنفي الشريك؟ يعني قلنا لا اله الا الله لا شريك له يعني معناه وحده، ولو قلنا وحده يعني لا شريك له. فما الذي افادته؟ ها يبقى عندما أقول وحده لم ألاحظ أن هناك شريك أصلا. يعني أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده، يعني أنا بشهد لله وحده، بس ما لاحظتش أنه في شريك عشان أنفي، يعني الذهن ما جاش فيه الشريك. فلما يجي شريك أقول لا شريك معه. فمن لم يلاحظ وجود الشريك يعني في الذهن يعني، يبقى معناها خلاص لا إله إلا الله وحده، أو لا إله إلا الله خلاص حتى من غير كلمة وحده. لما تقول تلاحظ انك عاوز تنفي، يعني مثلا انا مثلا لما اقول لا اله الا الله لا اله الا الله لا، انا قاعد وسط المسلمين، ولا في حد فيكم مسيحي؟ لكن لو في جماعه قاعدين مسيحيين راح اقول ايه؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، عشان بنبه انه الجماعه دول بيشركوا، لانه لاحظت لما موجودين دول يعني موجود الشرك. أنا عاوز أنفيه. واضح كده؟
يبقى اذا ما عدم ملاحظه وجود الشريك غير لما تلاحظ وجود الايه شريك. وجود الشريك زي ما كان واحد مثلا بيبيع رجل ايه مسلم ويبيع للنصراني، فالنصراني لما يجي ياخذ الفلوس الباقي يروح يعد كده يقول ايه الله واحد، لما يعد الجنال والله واحد يروح يقول ايه النصراني ما لهوش تاني، يروح يقول ايه والعدد ثلاثه. طبعا ده تلميح انه ايه التثليث بتاعه الله واحد واحد ملوش تاني العدد ثلاثه، يعني كانه بيشير الى ايه الى عقيدته ان إيه؟ ان الله ثالث وثلاثه. فالمسلم يقول انت ما تعرفش تعد، هات عدي لك انا الفلوس. يقول ما انا عديت ولا هات عدى. طيب عد الله واحد ملوش تاني ولا ثالث. فاطنة الى ايه؟ مع انه نفي الثاني يلزم منه نفي الثالث. يا ظالم ملوش تاني، هل يمكن يكون له ثالث؟ لانه اذا انتفى الثاني ينتفي ما فوقه. فهمت كده؟ تفهم الحساب تفهم العقيده. يلا قوله بدليل اجمالي كما لو قيل ما الدليل على وجود الله فقيل العالم. يبقى عرفنا كده ايه ده اللي خلانا تكلمنا في موضوع جهه ايه جهه امكاني، يعني عرفنا جهه امكان انه العالم لو كان ممكنا طبعا هيكون بالامكان الايه الخاص ولا العام. قلنا الامكان العام يدخل فيه حتى وجود الله تعالى، انما هنا ممكن يعني بالوجود بالامكان الخاص بمعنى انه يستوي فيه الطرفان، انما الامكان العام ما فيهوش طرفين، ده ممثل للطرف الثاني. نعم. يبقى هنا في الحاله دي احنا قلنا في الامكان العام سلبنا الضروره عن طرف واحد بس مش عن اثنين. يبقى معناها الطرفين مش متساويين، انما في الامكان الخاص في طرفين متساويين، يعني وجود العالم يساوي عدمه. طب لما يكونوا اثنين مساويين بعض زي بعض، ايه اللي يخلي احدهما يرجح على الاخر؟ يعني اذا كان العالم ممكنا فمعنى هذا ان وجود العالم يساوي عدمه. فالسؤال هنا حدود ايه اللي خلى احد الكفتين رجحت على الاخرى؟ لانه الوجود رجح على العدم، لو لم يوجد العالم رجح عدمه على وجود. يعني مفيش قاعدة عقلية تقول مفيش حاجة اسمها ترجيح من غير مرجح، لا يوجد ترجيح من غير ايه؟ مرجح. يبقى إذا ما الذي رجح في الطرفين؟ طرف الوجود، لأننا هذا بالمشاهدة بالضرورة نرى أن العالم موجودا، أنه في كائنات ساكنة ومتحركة وأحياء وأموات، في مظاهرات وفي داعش، يعني العالم موجود. أما لو مش موجود العالم والداعش ده إيه؟ هنا العالم يبقى داعش ده دليل على وجود العالم. خلاص يبقى إذا رجح طرف وجود العالم على عدمه، والقاعدة العقلية تقول لا ترجيح إلا بمرجح. فالسؤال مين اللي رجح وجود العالم على عدمه؟ ما ينفعش الممكن نفسه والعالم يرجح أحد الطرفين. طب إذا مين اللي رجح؟ لم يبقى في العقل إلا المستحيل والواجب، فلا بد أن يكون المرجح خارج. طب المستحيل كيف يرجح جانب الوجود على العدم وهو لو كان مرجحا لرجح ذلك في نفسه وهو غير قابل للوجود؟ فكيف يعطي الوجود لغيره وفاقد الشيء لا يعطيه؟ فلم يبق إلا الواجب، يعني واجب الوجود هو الذي رجح وجود العالم على عدمه. يبقى هذا دليل على إيه؟ دليل على وجود الله من جهة أن العالم ممكن. أفرض عظيم نستدل على أن العالم على جهة نستدل على وجود الله مش بإمكان العالم بحدوثه، فنقول العالم إيه؟ حادث.
وكل حادث لا بد له من محدث. واضح كده؟ طيب. واذا فالعالم له محدث لان كل حادث لا بد له من محدث. طيب نيجي نقول ايه؟ له ماله؟ له محدث، بس محدث العالم حادث، فحينتقل الكلام الى محدثه، فمحدثه له محدث ومحدث محدث، فإما أن يتسلسل إلى ما لا نهاية وإما أن يرجع إلى الأول. عرفنا إيه الفرق بين الدور وبين الإيه؟ التسلسل. خلاص كده؟ وكلاهما باطل في العقل. والتسلسل ده في قاعدة قالها من إمام الحرمين، بيقول إيه؟ ما يتسلسل لا يتحصل. فضل. ما تسلسل أو ما يتسلسل لا يتحصل. يعني لو كانت الأمور كده متسلسلة إلى لا أول، يعني معناها لا تحصل. كيف المثال ده يا شيخ؟ اسمع يا هشام، هشام إيه المثال بتاع ما ما تسلسل أو ما يتسلسل لا يتحصل؟ لا يعني كيف نقول كده؟ قلنا القاعده كله ما يتسلسل، اي شيء فيه تسلسل معناها لا يوجد. يعني لو كان العالم ده متسلسل كده مش هيوجد اصلا. كيف ذلك؟ مثلا جابوا لها مثال، ومثال سهل جدا، ساعطيك ايه معي درهم، اقول لك انا ساعطيك هذا الدرهم، ولكن لا أعطيك هذا الدرهم إلا بشرط أن أكون أعطيتك درهم قبله، وهذا في كل درهم تأخذه مشروب بدرهم قبله. معنى هذا أنك لا يمكن أن تحصل الدرهم، لأنه اللي قبله مشروب بدرهم قبله، واللي قبله مشروب بقبله، واللي قبله بمعنى كده الدرهم ده مش هيجي لك أبدا، لأنه معلق على محال عقلي. لا أعطيك درهما إلا إذا كنت قد أعطيتك قبله إيه؟ وكل درهم مشروب بدرهم قبله إلى إيه؟ لا أول، لأنه لو وصلنا إلى الدرهم الأول انقطعت السلسلة، انقطعت إيه؟ السلسلة. ها؟ بس شوية كده بتاع غروب ساعة، لا انا لسه شوية كده بتاع. عموما الطريق تعال هناك وسخلص يبقى ما يتسلسل هذا. ودي مرة ثالث، خذ القلم ده تروح انت مد ايدك اقول لك لا ده لازم اكون اديت لك واحد قبله، طب هات اللي قبله، ما هو لازم اكون مدي لك واحد قبله، طب هات اللي قبل اللي قبله، لازم اكون مدي لك قبله، طب هات اللي قبل اللي قبل اللي قبل اللي قبل برضه لازم اكون مدي لك قبله، طب اللي قبل لازم اكون مدي لك قبله، وبعدين مش عاوز من قبله. موافق مش هتستطيع تاخده كيف؟ ما هو كل واحد مشروط بواحد قبله. عارف لو كانوا بملون ماشي، حدي لك الملون اللي قبله، لكن ما فيش اول. منين هيجي؟ ما هو لو في اول حنرتاح. السلسله ملهاش ايه؟ اول. ده اسمه التسلسل ده. يعني لا تنتهي في جانب الايه؟ الماضي. خلاص فهمنا كده؟ يبقى الجهه اما تكون الامكان او تكون الايه؟ الحدوث. صح. تتصور علماء الكلام وعلماء العقيده سلكوا في الموضوع ده، يعني كان ايه دليل المتكلمين على وجود الله؟ هو حدوث العالم. وذلك أهم مبحث التوحيد كله مبحث عليه ينبني ما بعده، هو الأصل. يعني إن لم تثبت أن العالم حادث ما فيش فائدة، ما فيش هتنفع ولا عقيدة، خلص. ما دمت ما أثبتش الحدوث. وذلك الحدوث العالم فيه إشارة في كتاب الله، فيه إشارة. يعني ما فيش آية قالت أو حديث قال إن العالم حادث، بس ده في القرآن
إشارة إلى إيه؟ إلى دليل الحدوث، وفي إشارة إلى دليل الإمكان. فين الإشارة إلى دليل الحدوث؟ ها؟ شوف كده في قوله تعالى ولم إيه؟ الله يبدأ الخلق ثم يعيده. كلمة يبدأ يعني العالم لي بداية، يعني قبل كده ما كانش فيه، يعني كان عدم، هذا الحدوث يبدأ. يبقى كلمة يبدأ أهدى إشارة للحدوث، كما بدأنا. هو لو كان العالم مش حادث هل حتكون له بداية؟ سؤال. لا، يبقى أي آية فيها بدء الخلق تفسيره فانظروا كيف بدأ الخلق، هذا إشارة للحدوث، لأنه حادث يعني له أول، قديم يعني ليس له أول. دي إيه؟ دليل أو إشارة للحدوث. طب فين الإشارة للإمكان؟ نقولنا الاستواء الطرفين، هو طالما هو مستوطفا يعني محتاج، يعني في احتياج منه إلى الواجب لكي يعطيه، يرجح وجوده على عدم، يعني معناه إيه؟ أي حاجة فيها تشم منها رائحة الاحتياج أو الافتقار ده دليل على الإمكان. بس الإمكان ده يعني معناه، ولذلك استدل الفلاسفة على وجود الله بدليل الإمكان ولم يستدلوا بدليل الحدوث. فعند الفلاسفة أن العالم محتاج إلى الله، لأن العالم ممكن لا يمكن يوجد من نفسه، فمحتاج ومفتقر إلى الله تعالى في إيجاده، ولكنه قديم بقدم علة مش حادث. فيقولون الفلاسفة يثبتون وجود الله، لكن إيه؟ يقولوا طالما في خالق كفي مخلوق، طالما في قديم كفي إيه؟ الله تعالى معه، ويسمونه ممكن علة ومعلول. ينفون عن العالم الحدوث لكن لا ينفون عنه الإمكان. ولذلك كان طريقة المتكلمين هي إيه؟ إثبات الحدوث، وطريقة الفلاسفة هي إثبات الإمكان. وما فيش مانع إحنا نجمع بينهما، يعني نستدل بالدليلين على الإيه؟ على وجود الله بحدوث العالم وإمكانه، خلاص؟ أو نستدل على أنه إيه؟ ممكن بشرط الحدوث، يعني نجعل الحدوث شرطاً، أو نجمع بينهما، لكن لا يجوز أن نستدل بالإمكان وحده. في الحالة دي حننفي إيه؟ حدوث العالم. ولما تجد في كتب الفلاسفة أن العالم حادث، فالحدوث عندهم معناه الاحتياج إلى الصانع، وليس معناه الوجود بعد العدم. وذلك قال الشيخ الدبير حدوثه وجوده بعد العدم، وضده هو المسمى بالقدم. فمعنى الحدوث عندنا غير عندهم. حادث يعني ايه؟ يعني مسبوق بعدم. عندهم حادث يعني محتاج، يعني مفتقر الى غيره. ولذلك نأخذ من قوله تعالى والله الغني وأنتم الفقراء، نأخذ منها إشارة إلى دليل الإمكان، بمعنى أن الله غني ليس محتاج إلى من يرجح، من المحتاج إلى مرجح يبقى هو إيه؟ ها؟ من المحتاج؟ العالم كله مفتقر. طب يجي واحد يقول ما هو الآية اللي بتقول يا أيها الناس أنتم الفقراء، دقة في الناس، لا، كل العوالم علوية وسفلية والعرش والملائكة كله مفتقر ومحتاج إلى الله، لأنه إيه؟ ممكن. أما خص الله تعالى الناس في قوله أنتم، ليه؟ لأنهم أشد احتياجا، وهذا يسمى في اللغة أو في البلاغة القصر الإضافي، مش قصر حقيقي، يعني قصر الفقر على الناس، مع أن كل ما عداه سبحانه وتعالى مفتقر إليه، كل ما عدا، لأن الله تعالى غني عن كل ما سواه، وكل ما سواه مفتقر إليه.
فيلزم من استغنائه تعالى عن كل ما سواه افتقار كل ما سواه إليه. أو ذا التوحيد اللي الجماعة السلفية يقولوا علينا احنا مش موحدين، بيقولوا كده، يقولوا علينا حسبنا الله. يلا يلا قوله البس اليهم يا امس اما تخافن من قوم تكلمش من وراء الجدار تطلع على المره. قوله بدليل اجمالي كما لو قيل ما الدليل على وجود الله فقيل العالم من غير معرفه ذلك القائل. يبقى اذا الدلاله هل من جهه امكان عرفناها، هل من جهه حدوث عرفناها، وعلى فرض معرفته الجهه يعني اللي كيفيه الاستدلال. لا يعرف تركب الدليل من افرض على فرض قعد مره كده في الازهر على سبيل الخطأ وعرف ايه الجهه، عرف انه الجهه هي الحدوث او الجهه هي الامكان او الامكان بشرط الحدوث او هما معا، لكن مش هيعرف تركب الدليل من ايه مقدمتين صغرى ايه وكبرى، وبعدين في نفس الوقت لا يقدر على دفع الشبه الواردة على هذا الدليل. يعني انت رحت قلت له بسؤال مش هيعرف يجاوب، او اعترضت عليه مش هيعرف يرد على اعتراضه. وعلى فرض قدرته على التركيب لا يقدر على، ممكن يركب بس ما يعرفش يرد على الشبه، كما لو قال العالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث. ماشي كلام جميل، العالم حادث وكل حادث لا بد له محدث. نورد عليه لا نسلم الصورة، أقول له حاسب صحيح الكلام حلو، العالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث، فيلزم على هذا أن العالم له محدث، مش كده؟ مش أنت عاوز توصل لكده؟ لكن أنا مش هسلم لك الصورة، أنت بتقول العالم حادث بناء على إيه؟ وانت بعد كده تقول العالم حادث، حادث يعني ايه؟ هقول لك يعني مسبوق بايه؟ لا، وانت شفت العالم ولا اهلك شافوه لما خلق؟ اصلا انت كنتش ما اشهدتهم، وراح جايب لك الايه كده، انا راح استدل عليك الايه. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنتم يا مضل، انت مضل وتضل للناس والعالم حادث. انت كده داخل في ايه؟ في قوله تعالى وما كنت متخذ المضلين، فأنت من المضلين مش من الضالين، من المضلين. يبقى إيه ده الإرادة؟ لا نسلم الصغرى. وما المانع من أن يكون قديما؟ لأنه مستند للقديم لتأثيره فيه بطريق التعليل، وكل ما كان مستندا للقديم فهو قديم. أروح لما أقول له كده أروح إيه؟ يقول له والله يا اخينا ما تخليني في حالي كده مش عارف. يبقى مش عارف يدفع الشبهه اللي انا اوردتها عليه، وسببها ايه؟ عدم تسليم الصغرى اللي العالم ايه؟ حادث. وهو ما ينفعش انه لا يتم الاستدلال او لا يمكن التوصل الى النتيجه الا بتسليم المقدمتين. فإن لم يسلم لك بهما أو سلم بواحدة ولم يسلم الأخرى يبقى مش هيتم الإيه؟ مش هيتم الدليل. شوف كده، إن القياس من قضايا صورة مستلزما بالذات قولا آخر. يعني متى سلمت بالمقدمتين يلزمك التسليم بالقول الإيه؟ الثالث اللي هو النتيجة. يلا شوف نعم كيف دفع ايه؟ لا رد على ناوي على شبهات الفلاسفه في الحاله دي، هنرد على ايه؟ شبهات الفلاسفه حول حدوث العالم، فترجع للصفحات الاولى في شرح حاشيه الامير، فرد على شبهات الفلاسفه. الفلاسفه ما رايت ردا اشد ولا اقوى من هذا الرد. ارجع، انت كنت معنا في حاشيه الامير؟ لم تكن، ثم كنت.
شوفها اصلا في الشيخ. ارجع للكتاب وتجدها ان شاء الله. يلا قوله معجوز عن تقريره اي تركيبه من صغرى وكبرى. التقرير يعني تركب الدليل صغرى وكبرى، لازم ترتبه ترتيب معين عشان ينتج. وهذا بيان للاجمال كما ان يعني هو الدليل الجمله يعني. كما ان قوله مقدور الى اخره بيان للتفصيل. قوله وحل شبهه وكذلك العجز عن احدهما، فالواو بمعنى او التي لمنع القلوب. فالواو بمعنى او في الحاشيه التي لمنع القلوب. احنا عارفين القضيه الشرطيه المنفصله تنقسم الى كم قسم؟ مانعه جمع خلو ومانعه جمع. احنا عاوزين هنا ايه؟ مانعه الخلو. خلاص كده؟ لانه هنقول كده العالم اما قديم واما حدث. هذا رد الشبهه يا شيخ التزويجين. ما عارفش رد الشبهه. تقول له تعال العالم قديم او ايه؟ او حدث. في احتمال ثاني لا يمكن ان يكون لا قديم ولا حدث، مش كده؟ ولا يمكن يجمع بينهما. قديم وحدث. تمام كده، يبقى قديم وحادث. فلم يبقى الا ايه؟ الا انه قديم او حادث، لانه لا يخلو مانعه الخلو. مانعه ايه؟ الخلو. وايضا هي ايضا مانعه جمع. يسمى الحقيقيه، فالحقيقيه فيها الاثنين، فيها المانع الجمع ومانع الجمع. لانه يمتنع ان يكون قديم وحادث. نعم. ويجتمع ويمتنع ان يخلو عنهما. فانا في هذه الحاله هعمل ايه يا شيخ اسامه؟ في حاجه اسمها عكس النقيض المخالف. وفي عكس النقيض الموافق. انا طبعا مش هستطيع يا شيخ اسامه اعمل ايه؟ اقيم الدليل على حدوث العالم. وانا لك انا اللي بمثل المسلمين او المتكلمين وانت بتمثل الفلاسفه. والمشكله انك انت مصمم العالم قديم وانا بقول ايه حادث. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ ما عنديش يعني قوه ان اقرر دليل حدوث العالم. فاروح ابطل الدليل بتاعك. فاذا بطل، ما هم احد احتمالين ده النقيض المخالف. لو ابطلنا انه العالم قديم يبقى يسلم لي الدعوه بحدوثه. مش معقول هنثبت الاثنين. يبقى سلمت الدعوه خلاص، طالما ثبت انه قديم ده باطل، يبقى لم يبقى الا التسليم بكونه حادث. بكونه حادثا. خلاص كده؟ فكمل. قوله عليهما اي التقرير والحل. يعني ما اللي هو فوق في بيقول ايه؟ اجمالي معجوز عن تقريره وحل شبهه او تفسيره مقدور عليهما، يعني على ايه؟ على التقرير والحل عشان التثنيه. قوله فيه مقدور عليهما فيه اي في هذا التفصيل. قوله ففي ايمانه المقلد، ففي ايمان التقليدي فيهما كده الكلام، ولا في حاجه محذوفه؟ ففي ايمان التقليد فيهما لا مع عصيانه بترك نظره ان قدر او معه. ايه معنى او معه؟ يعني العصيان اذا ترك النظر او العصيان مع ايه؟ مع النظر. ثالثها هو كافر. ليه؟ لنقل المقترح. عارفين المقترح؟ ترجمنا احنا عنه ده. قولوا تقي الدين المقترح شرح ليه؟ كتاب الارشاد لمين؟ لامام الحرمين. عارفينه ولا مش عارفينه؟ اتكلمنا عنه قبل كده في الحاشيه؟ ها؟ لا في الامير ايه؟ ما عز الدين، عز الدين ده ايه؟ ابن عبد السلام مش كده؟ والآمدي مح اقرا كده؟ لا محتجين بالتثنية، عشان محتجين اللي هم عز الدين والآمدي.
ولو دخلت معاهم المقترح يبقى محتجين. هما يرجع على مين ينفع كده وينفع كده. لأن أكثر الجماعة دول إيه؟ اقرأ بس الصدرين دول وحنقف يعني لحد إيه؟ وحنبدأ الدرس الجاي إن شاء الله من أول كلام توفيه وجوب المعرفة بس اقرأ دول. ثالثها هو كافر يعني ثالث الأقوال في مين؟ كله. يعني عندنا فن القولين اللي قبله. ففي إيمان بالتقليد فيهما خلاص فيهما الدليل يرجع على إيه؟ فيهما الدليل يرجع على إيه؟ وإنت كده خلاص مخاط مصدق ما فيش فهم فيهما يعني إيه؟ يا حول الله يا ابن فيهما الضمير يرجع على إيه؟ في الإسلام والإيمان. لا حول الله في مدلول الشهادتين. فيهما يعني في مدلول الشهادتين وفي المعاد والفتنة المذكورين. طب لماذا ثنى الضمير مع انهما الشهادتين والمعاد والفتنة بثلاثة؟ ايش كان يقول في فيهما فيهم او فيهن؟ ثنى الضمير لانهما قسمان ما بعد الممات وغيره في اللي بعد الممات في القبر أو ففي إيمان للتقليد فيهما يعني في الدليل الإجمالي والتفصيلي فينفع يرجع على ده وينفع يرجع على إيه على التالي. خلاص كده يبقى ينفع التثنية في إيه المراد فيهما في مدلول الشهادتين وفي المعاد والفتنة المذكورين وثنى الضمير عشان في يعني في حاجتين حاجة بعد الموت وحاجة قبله أو المراد بكلمة فيهما الدليل الإجمالي والتفصيلي بديهما على فيهما يعني يكون على تقدير مضاف محذوف أي في شأنهما أو في مدلولهما لا مع عصيانه بترك نظره إن قدر عليه يعني اللي هو آمن به بمدلول الشهادتين هل يكون عاصيا بترك النظر؟ قالوا عاصي بترك النظر إن قدر عليه يكون النظر هنا إيه؟ واجب وجوب إيه؟ فروع أو معه يعني معه يعني مع عصيانه يعني يكون عاصيا بترك النظر أو ليس عاصيا بترك النظر فيكون النظر مستحب مندوب يعني لا مع عصيانه بترك النظر لأن ليه النظر مستحب لا مع عصيان ما فيش معصية إنما إذا كان النظر واجبا فيكون مع عصيانه. القول الثالث هو كافر لنقل المقلد يعني لنقل المقترح مش المقترح ده كان لي كتاب كده فمن كثرة حفظه وذكره له اسم الكتاب فسمي باسمه أطلق عليه المقترح مع عز الدين والآمد محتجين احتجوا به بأنه أكثر من دخل الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا عارفين بالمسائل الأصولية وحكم صلى الله عليه وسلم بإسلامهم ونقل الآمدي عن بعض المتكلمين وأبي هاشم مع مقتضى قول الفهري اكتفاءه صلى الله عليه وسلم بالنطق بالشهادتين كان جاء من القرى والأعراب اكتفى منه ولم يسأله عن الايه عن أمور أخرى. قالوا ايه إنما هو في الأحكام الظاهرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالنطق بالشهادتين هذا في الأحكام الظاهرة لا فيما ينجي من الخلود في النار النبي اكتفى بهم في الدنيا في الأحكام الظاهرة مش اكتفى بهم في الدنيا. وقول الشامل عرفنا الشامل ده التعميم بتاع ابن عرفة اللي هو يحاكي به الطوالع بتاع البيضاوي من مات بعد مضي ما يسع نظر يعني يسع الوقت يعني يسع أن ينظر وتركه يعني وترك النظر اختيارا كافر
وإن مات قبل مضي ما يسع ذلك مع ترك النظر اختيارا فيما أدرك منه قول القاضي. يعني اثنين قولين، القاضي الأصح كفره بعد قوله يمكن أن لا يكفر، بس لحد هنا، بس نقرأ ما يتعلق بالحاشية وخلاص. يلا قال المحشي رحمه الله قوله ففي الإيمان للتقليد إلى آخره، هذا شروع في الكلام على حكم صاحب التقليد، أي على حكم المتصف به بعد أن تكلم على حقيقة التقليد. والجار والمجرور قدم خبر المقدم لمبتدأ المحذوف، معروف الكلام. وفي الكلام أيضا حذف الواو مع ما عطفت أو مع ما عطفت، وحذف مضاف، والأصل ففي صحة إيمان ذي التقليد وعدم صحته أقوال. ثم إن المحذوف مع الواو القول الثالث، ولما لم يصرح به أولا صرح به بعد ذلك بقوله ثالثها، أو صرح به ثالثها هو كافر. قوله فيهما متعلق بالتقليد، أي في العقائد العقلية والعقائد السمعية المشار لهما فيما مر بقوله مدلول الشهادتين إلى آخره. قوله إن قدر الأولى ولو قدر، أي ولو كان قادرا. قوله أو معه، أي أو يكون مؤمنا مع العصيان إن قدر على النظر. كل ضابط اللي مش فاهم عبارة يسأل فيه عشان من لوحة العدد مش هنرجع تاني. قوله ثالثها يعني القول الثالث، هذا أضعف الأقوال اللي هو إيه؟ كافر. رغم أن الشيخ السنوسي شايف أنه ده أقوى الأقوال، يا الشيخ تحت راح قال لك لا ده أضعف الأقوال خلاص. قوله لنقل المقترح إلى آخر الشروع في عزو الأقوال التي نقلها في حكم المقلد على سبيل اللف والنشر المرتب، في لف ونشر مرتب وفي لف ونشر مشوش. عارفين الكلام ده مش عارفينه؟ عارفين؟ لا. وفي ناس طبعا مش عارف، خلاص يبقى اللي عارف يعرف مين عشان ما يتأخرش. قوله لنقل المقترح إلى آخر السند للقول الأول، وهو صحة إيمانه وعدم عصيانه. والمقترح بفتح الراء، وأقول المقترح عشان الكتاب اللي قلت لك بتاعه. قوله محتجين يقرأ بالتثنية راجعا إلى عز الدين والآمدي. اقرأ. يقرأ بالتثنية راجعا إلى عز الدين والآمدي لأنهما اللذان تصديا للاحتجاج. لأنهما اللذان تصديا للاحتجاج، وأما المقترح فنافل فقط. ما دخلش المقترح ليه؟ لأنه ما احتجش، ده نقل ولم يتصدى للاحتجاج لذلك القول، ولذلك عبر بمع دون الواو. يعني لو كان المقترح احتج كان قال لنقل المقترح وعز الدين والآمن، فراح قال لنقل المقترح مع، فلم يذكر الواو عشان ما دخلش معهم في الاحتجاج. قوله لم يكونوا عارفين، أي بل هم مقلدون فيها لغير النبي صلى الله عليه وسلم، أو مقلدون للنبي في العقائد التي أدلتها العقل. يعني قلنا التقليد للنبي ينفع في العقائد التي ليس أدلتها العقل، زي السمع والحشر، السمعيات والحشر والنشر، ده ينفع فيها التقليد لأنه ما فيهاش دليل عقلي. أما اللي هي تتوقف عليها المعجزة ودليلها عقلي ما ينفعش فيها التقليد حتى ولو كان للنبي صلى الله عليه وسلم. والتقليد فيها له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسمى معرفة. والمراد بالمسائل الأصولية العقائد كثبوت القدرة والإرادة. قوله وحكم، أي حكم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، أي فحكمه بإسلامهم دليل على أن المقلد مؤمن غير عاص. مش كده؟ أنه لو كان هناك معصية أو لا يكفي ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانهم بمجرد نطق بالشهادتين. وقد يقال إن الحكم بذلك منظور فيه للظاهر، وحينئذ فلا يصح الاحتجاج بهذا على المدعى، يعني على الدعوة من أن المقلد مؤمن غير عاص وأن النظر غير غير واجب. قوله ونقل الآمدي كمل. قوله ونقل الآمدي إلى آخره،
عطف على قوله لنقل المقترح وهو سند للقول الثاني، أي أن الآملية نقل عن بعض المتكلمين أن المقلد مؤمن عاص بترك النظر، فنقل الآملي ذلك عنهم يدل على وجود ذلك القول أنه ليس من عنديات ابن عرفة، يعني كان ابن عرفة الرجل مش بيخترع، ده الأقوال الموجودة، هو مجرد محصل لها يعني جامع لها. قوله هو أبي هاشم، قوله هو أبي هاشم عطف على نقل الآملي على حذف مضاف وحذف المقول أيضا، أي ولقول أبي هاشم أن المقلد كافر. أبو هاشم ده من المعتزلة، قال المقلد كافر مع مقتضى قول الفهري. مين هو الفهري؟ شرف الدين بن التلمساني من تلامذة المقترح، شافعي المذهب مصري، لو مين شرف الدين بن التلمساني، وهو سند للقول الثالث. مش قلنا في لف ونشر قوله اكتفاءه مقول الفهري، قوله لا فيما لا فيما منجي وأما المنجي من الخلود فلا بد فيه من المعرفة، يعني هذا في في الأحكام الظاهرة، لا فيما ينجي يوم القيامة من دخول النار، لأن الذي ينجي من دخول النار لا بد فيه من المعرفة، ولذلك قال تعالى فاعلم فاعلم، من لم يقل قل ولم يقل اعتبر، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله عز وجل. ومع قول الشامل، والشامل كتاب لإمام الحرمين. ما هو هنا الشيخ كان قبل كده بيتكلم على مين؟ بس يمكن الكلام اللي هنا غير الأول. الأول كان يقول صفحة كامل، هو بيقول بتاع ابن عرفة. ونص ابن عرفة هذا أي سلك فيه مسلك، آخر صفحة 39 الطوالع في التراجم والأبواب. يعني الشامل ده كتاب لمين؟ لابن عرفة. إنما هنا لما تكلم على الآملي وعز الدين وبعد كده جاب الكلام ده، جايز يكون ده من كلام مين؟ والمقترح قلنا شارح كتاب الإرشاد لمين؟ فاحتمل هنا الشامل ده قول الشامل، يعني مش بتاع ابن عرفة، بتاع إمام الحرمين. وأظن كتاب الشامل مطبوع، مش كده؟ مطبوع شيخ محمد، مطبوع الشامل. طب حد شفنا الشامل لو شوف القول ده فيه، عشان إذا ما كانش فيه يبقى نروح لمين؟ لابن عرفة. ومع قول الشامل، والشامل كتاب لإمام الحرمين، قوله وإن مات إلى آخره، وإن مات قبل مضي، يعني واحد مات قبل ما يأخذ فرصة للنظر، فمات جواب أن جواب وإن مات، من الجملة الإسمية؟ جواب إن، مش أن، جواب إن، إن الجملة الإسمية، فإن مات قبل مضيه ما يسع ذلك مع ترك النظر قولا، اللي هي الجملة الإسمية قولا، خلاص كده؟ أعني قول القاضي، الوميم القاضي الباقي الله كده؟ فإن قوله قول القاضي مبتدأ حذف قبره، أي وإن مات إلى آخره، ففي ذلك قولا، وحذف النون عشان إضافة القاضي، والمراد بالقاضي متى أطلق في هذا الفن أبو بكر الباقي الله. لو أراد غيره يروح يقول القاضي فلان، مثلا زكريا فلان، إنما إذا قال القاضي وما سموهش بجميل أبو بكر الباقي، أول ما يقول الأستاذ وما يسميهش بجميل الإسرائيل، خلاص كده فهمنا؟ قوله الأصح كفره مقول، يعني قول القاضي ومقول القول، قوله وفي وجوب المعرفة، ده اللي حنقف عليه. عندي كلمة وفي وجوب المعرفة. في حد خلاص عنده شيء؟ اللف والنشر يا سيدي مرتب ومش عاصم. معنا قلنا لكم اللف والنشر، اللي عارف يبقى عارف، اللي مش عارف لو قعدت تشرح اللف والنشر عارف تشرح. فأنا أحسن حاجة التف كده من ورائهم وأنصرف وانتشر في الأرض. ها؟
هل تعرف التقليد يعني يشمل على انواع العلوم؟ تعرف التقليد الامام ابن عرفة هل يشمل على كل انواع العلوم؟ ما فهمت السؤال. تعرف التقليد؟ تعرف التقليد لابن عرفة هل يشمل على انواع العلوم؟ هل يشمل؟ لا لا لا، هو بيتكلم في الاصول هنا، في التقليد في التوحيد فقط. يعني في في الاصول. لا لا، التقليد في الفروع ده في الجوهر، واجب التقليد وحاضر منهم كذا حكم القوم، واجب تقليد الائمه، وانت مجتهد ولا بد من التقليد. هتعمل ايه؟ يعني هتفهم كده يعني؟ شوف الذي يقول انه تقليد الائمه في الفروع لا يجوز، ده اذا كيف يعني يعبد الله؟ كيف يصلي؟ كيف يصوم؟ كيف يتعامل؟ في هذه الحالة إذا رفض تقليد الأئمة فهو مقلد لإبليس، وإما تقلد الإمام مالك أو حنيفة أو الشافعي أو تقلد إبليس، ولابد لن تخرج عن كونك مقلدا. في حاجة ثانية؟ اللهم صل على صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافرون. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.